أنا اسمي نيبال إدلبي، أنا رئيسة قسم الابتكار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا والتي مقرها في لبنان. بالحقيقة المؤتمر سوف يساعد على تحسين ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية التي أعمل بها، وخاصة في عدة مجالات، منها مجال التطبيقات ومنها مجال البنى التحتية وما شابه. ولكن في مجال عملي بالتحديد والذي هو حول الابتكار، فإن التكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي اليوم أساسية من أجل الابتكار. نعرف أن الإنترنت هامة جدا من أجل المبتكرين، من أجل الاطلاع على المعلومات، ومن أجل بناء تطبيقات مبتكرة. كذلك الموبايل أبليكيشنز خلينا نقول شبكات الاتصالات هامة جدا، وبالتحديد الموبايل فهو يؤثر جدا على الابتكار ويساعد الشباب بالأخص لإيجاد القيام بتطبيقات مهمة تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تساعد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.